يزيد إبداعات هذا النجم السعودي شيئا فشيئا، يزيد تجانس هذا اللاعب ياسر القحطاني اللي موضوع للشعار كبير من الجانب من الجماهير العيناوية وكاتبين تحته هذا ولدنا. الحقيقة قرار سيتخذ من جانب حكم المباراة، بطاقة صفراء وحالة طرد، حالة طرد الآن على لاعب دبي وهو اللاعب رقم 2 أحمد مال الله. أحمد مال الله المنزعج جدا من البطاقة الصفراء الثانية والذي يغادر الآن مطرودا في الوقت المحتسب بدل الضايع. البطاقة الصفراء الثانية، إداري الفريق شوف شوف يمكن يعني رمى الكرة بهذه الطريقة على اسمواه اجيان، وحكم المباراة اعتبرها الحقيقة.